أهلا بكم من جديد في أجندة الساعة لهذا اليوم. أرحب عبر خط الهاتف بالخبير العسكري محمود بشير. أستاذ محمود، إن كنت تسمعني، يعني ما هو الاختلاف في اتفاق الترتيبات الأمنية الحالي عن سابقاته مثلا كاتفاقية نيفاشا للسلام؟ نعم، اتفاقية نيفاشا للسلام واتفاقية والترتيبات الأمنية الموجودة حتى وفقا لاتفاقية جوبا، والله هو اختلافات كثيرة. وأنا أديك مثل حي، يعني اتفاقية أن حصلت للسلام في مايو مع أنانية كان برضه في اختلافات كثيرة، ووضعت لها ترتيبات أمنية و جيء بهذه القوات وفقا لهذه الاتفاقيه السابقه في جبل نميري، وتم تدريب ورسلوهم لجبيت وتم تدريب، وصار القوات وفق عقيده قتاليه وفق لقانون القوات المسلحه. وكان بالرغم من مواجهتها كانت بعض الصعاب، لكن في النهايه تم دمج هذه القوات وحصل تغيير كثير. لكن الان القوات الجاعيه وفقا للترتيبات الامنيه في اتفاقيه جوبا ووفقا للاتفاق اللي تم مع القطاع المسلح، وقوته قوه كبيره وبها نسب كبيره. الامر بيحتاج لقيادات نوعيه وبيحتاج لقيادات مؤثرة، بيحتاج لقيادات متسمة، بيحتاج لقيادات واعية عشان تكون عملية الدمج وفقا لتحقيق الأمن القومي للبلاد ووفقا لتحقيق وفقا لقانون القوات المسلحة ووفقا للعقيدة القتالية لهذه القوات، حتى لا ينفرد عرض الأمن. لو انفرد عرض الأمن نحن بنجد نفسنا يعني الهدف بتاعنا أدى صورة عكسية. نحن ما دارين الصورة العكسية دي. بالرغم من إنه في ناس كثير من كثار مخاوفين من الشغلات بتاعت دمج القوات دي، لأنها كانت قوات تحارب القوات الحكومية. لكن بالرغم من كده عشان يكون في توازن بين هذه القوات وبين الشيء اللي عملوه ناس الإنغاز في 30 سنة اللي فاتت دي، وأبعدوا أي قوة وطنية وأي زول وطني من القوات المسلحة، وتركوا الحبل مع وتركوا القوة التي تناصرهم من الإخوان المسلمين وغيرهم والحركات المأدلجة وفقا للاستراتيجية بتاعتهم. لكن يا جماعة الشغل ده شغل داير جهد وداير خطط وداير برامج وداير تدريب، سواء كان تدريب عسكري، تدريب أمني، تدريب حتى نفسي، عشان تندمج هذه القوات للقوات النظامية. وبعد التدريب بيتم توزيعها وفقا لمتطلبات واحتياجات البلاد. لكن يجب على قيادات القطاع المسلح تنوير منسوبينهم انه الصلة بينهم وبين هذه القوات بعد دمجها في القوات المسلحة تنقطع تماما. نعم، تكون الصلة المباشرة مع قياداتهم الجديدة وولاؤنا الكامل لهذه البلاد وفقا للمصالح القومية. نعم، إذا يا خبير، الحركات المسلحة تتحدث عن دمج هذه الحركات المسلحة في الجيش السوداني، ولكن شريطة أن يعني تتم تغيير أو يتم تغيير للعقيدة القتالية، يعني ماذا تعني الحركات المسلحة بهذه النقطة وتتمسك بها، وكيف يعني سيتم تغيير هذا الامر؟ اولا العقيده القتاليه لكل يعني حكومه لكل في كل وقت لكل في كل هدف بتقول استراتيجي يتحدى القياده الاوليه للدوله. وفقا لهذا الكلام يجب ان اهم حاجه انا عندي اهم حاجه ان الناس اللي ينضموا للقوات المسلحه او قوات الشرطه او قوات الامن، على اساس حاجه اسمها حركه مسلحه. الكلام بصير به قومي، لا فيه قبليه، لا فيه اثنيه، لا فيه مناطقيه، لا فيه حاجه جغرافيه. السودان ده كله تحت امر منهم، السودان ده كله مسؤولين منه امنيا، مسؤولين عن كل حدود السودان دي
في اي موقع من المواقع. عشان كذا يا جماعه احنا اذا تم ما تطرقنا له بالحرف الواحد باننا اننا طلبنا الطاوله على النظام السابق وجئنا بقوات قوميه تخدم مصلحه الدوله العليا وليس مصلحه المؤتمر الوطني كما كان سابقا وقام بحث 30 سنه من حكم الانقاذ ونكون كذا امنا السودان. غير كذا غير كذا الخوف كله انه هذا القوات تجي ولسه عندها ولاء للفصائل المسلحه اللي كانت سابقه لها كانت سابقه تنضم لها يعني معناتها في حربها هي جاهزه. نعم اشكرك جزيلا شكرا جزيلا الخبير العسكري محمود بشير شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ عمار عوض الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أنت تحدثت عن هناك مسار الشرق أو مسار شرق السودان وضرورة إنشاء هذا المسار يعني خصوصية منطقة شرق السودان، ولكن هناك من يرى بأن هذا المسار لم يراعي أهل المصلحة أو لم يستصحب رؤية أهل المصلحة، ويعني دونك ما نراه من اقتتال واحتراب وصراع يعني في شرق السودان. طبعا هو بيدينا تأكيد على أنه يمكن أن تناقش قضية في منطقة قبل أن تقع الحرب لتمنع وقوع الحرب، وده ظاهر كان في شرق السودان ده المبدأ. أما التنفيذ طبعا كان قطعا كان فيه أخطاء، التنفيذ كان فيه أخطاء كبيرة جدا لأنه تم احتكار المنبر في شرق السودان للفصائل اللي موجودة في الجبهة الثورية فقط، والفصائل الموجودة داخل الجبهة الثورية هي ما كان عندها امتدادات جماهيرية. في إذا كانت مؤتمر البجا المعارض ناس أسامة سعيد أو كان حتى ناس جبهة التحرير والعدالة مجموعات دي ما عندها جماهير موجودة هناك، فبالتالي بقى المنبر المبدأ صحيح لكن المنبر شنو معزول موجود فوق وتحت الحراك بدأ يتحرك الناس بدأت تتحرك وبقى الناس الموجودين بيناقشوا القضية ما عندهم سي على الناس الموجودين في الأرض يعني ما بقى يعني ناس ماسكين حبال شنو بلا بقر. ما الذي يمكن أن نفعله الآن يعني؟ الآن طيب التصحيح بتاع الموضوع بتاع شرق السودان اللي هو إنه تم لقاءات كانت مشكورين قاموا بها ناس جامعة الخرطوم في إنه يكون في مؤتمر في لشرق السودان. المؤتمر ده يعني ما حيحدث الآن في جوبا من توقيع على القضايا اللي بتخص شرق السودان هذا ما بيكون يعني مش بقول لك ما ملزم يتم تكميله عشان تكون العبارة صحيحة يكملوا بمؤتمر يتعقد إذا كان داخل السودان. مؤتمر ده يكون فوقه كل اللعيبة الإقليميين إذا كانوا الأريتريين إذا كانوا القطريين إذا كانوا السعوديين إذا كانوا المصريين إذا كانت الحكومة يكون مشاركين فيه والإدارات الأهلية تكون مشاركة فيه والجامعات جامعة البحر الأحمر جامعة القضارف جامعة كسلة جامعة الخرطوم يكونوا مشاركين فيه والقيادات الأهلية اللي موجودة الأحزاب الموجودة في شرق السودان مكونات شرق السودان العرقية يعني مش قضية شرق السودان يناقشوها بس البجا لا يشاركوا الهوسة يشاركوا أهلنا النوبة يشاركوا أهلنا البشاريين اللحويين أي زول قاعد في الشرق ده يشارك في المؤتمر ده كويس وتتخطى كل القضايا اللي بتخص شرق السودان ويحصل إجماع على الكلام ده وبعد الكلام ده يحصل عليه إجماع يتم ترحيله للخرطوم. حتى الاتفاقية بتاعت الشرك فيها بند واضح إنه أي حاجة جابوها ناس الشرك دي حتجي تتراجع في المؤتمر ده بعد التوقيع بتاع الاتفاقية تجي تتراجع في المؤتمر في الخرطوم. لكن أنا بس دار أضيف حاجة بسيطة أنا شايفة المتحدث كان بيتكلم عن الموضوع بتاع الترتيبات الأمنية الموضوع بتاع الترتيبات الأمنية دايرين بس ندي إضافة بسيطة للمواطنين كويس. الترتيبات الأمنية فيها ضمانات الضمانات الأساسية لأنه هو شايفه بيتكلم إنه الناس ديل ممكن يجوا يكونوا عندهم ولاء للجماعات اللي كانوا تابعين لها. طبعا الجماعات ديل جماعات سودانية بالمناسبة يعني ما جايين من كوكب المريخ ناس العدل والمساواة والحركة الشعبية ديل سودانيين يعني. فحيكون في هيئة بتاعت قيادة كويس للقوات المسلحة اللي موجودة في السودان. هيئة القيادة دي بيشارك فيها القائد العام البرهان بيشارك فيها قائد الدعم السريع
شارك فيها كل القادة بتاعين الحركات المسلحة. في تمثيل معتبر لكل الحركات المسلحة بتاعت الجبهة الثورية في الهيئة بتاعت غير الهيئة بتاعت القيادة دي اللي مسؤولة من القوات البرة دي، في تمثيل للحركات المسلحة دي في القيادة العامة دي ذاتها الكبيرة القاعدة اللي كانوا يعتصموا فيها دي، في تمثيل هنا بيجي ضباط كويس بتقسيم معين كويس، بانه كل ما يكون في رئيس مثلا رئيس هيئه الاركان للعمليات من الجيش السوداني الديبوتي بتاعه النائب بتاعه طوال يكون من الحركات المسلحه. اما اذا انت خليت تمثيل رئيس القوات البريه في السودان كله من حركات الكفاح المسلح بيكون نائبه طوال من القوات المسلحه. في تمثيل بالنسبه لدارفور، نحن القوه اللي اتفقوا عليها الناس 20,000، طبعا انت عارف انه اليونيميت طلعت نعم، وبقى في ضغط على انه لازم يكون في حمايه للمدنيين عشان النازحين يقدروا يجوا راجعين ويجوا يخشوا، فهيكون عندنا 10,000 10,000 جندي ديل في ظرف 6 شهور كويس مفروض يكونوا يتواجدوا في دارفور من الحركات مني جبريل حركه العدل والمساواه ناس الطاهر حجر باقي الناس ديل بيجيبوا 10,000. الحكومه السودانيه اللي هي الجيش السوداني والدعم السريع والشرطة والمخابرات كويس ديل بيجيبوا 10,000، 10,000 مع 10,000 ديل بيجيبوا 20,000، 20,000 ديل مسؤولين مسؤولية تامة عن الأمن في دارفور. أي زول خارج 20,000 ديل ما بيتحرك ولا بيشيل بندقية ولا بيمشي في أي حتة ولا بيجي أي في 20,000 ديل عندهم هيئة بتاعت قيادة، الهيئة بتاعت القيادة دي مكونة زي ما قلت لك بالتقسيم بتاع الجيش والقيادة والحركات المسلحة وباقي الناس التانين هم اللي بيتحكموا في السيطرة. بعد ذلك طبعا نحن أخذنا يعني درس من اللي حصل في اتفاقية أديس أبابا بتاعت جوزيف لاغو. في جوزيف لاغو المشكلة حصلت بتين، لما القوات المدمجة قام جاني ميري قال لهم أنا دار أنقلكم، الكتيبة 105 بتاعت ناس كاربينو قال لهم دار أنقلكم أوديكم شنو الشمال باعتبار أنكم أنتم شنو عساكر في الجيش السوداني والجيش السوداني بيقى موحد، قالوا انتوا دارين تشيلونا من اهلنا ما تشيلونا من اهلنا، اللي هي دي حصل فيها الثوره بتاعت سنه 83 بتاعت فهسه في الاتفاقيه دي القوه المدمجه دي كويس 10 سنه ما بيتحرك منها زول واحد انه يمشي من دارفور ما لم انه يتم تنفيذ كل الاشياء المتعلقه بدارفور، وحتى بعد العشر سنين مكتوب في الاتفاقيه يتم التمديد متى ما شنو دعت الحاجه، عشان ما بكره بعد بكره زول يجي يقول انا دار اسوق الناس ديل دار امشي اوديهم الشرك ولا دار امشي احارب بهم في حلايب ولا في الفشقه ولا في اي حته من الحتات دي. دي كلها الناس استفادت من الاخطاء اللي حصلت في كل الاتفاقيات اللي فاتت وجات على اساس الاتفاقيه الخاصه بتاعت الترتيبات الامنيه بالنسبه للجيوش في اتفاقيه السلام اللي هتوقع بعد بكره. نعم دكتور صلاح الدومه، يعني الان نشهد مفاوضات وهناك ايضا جهات دولية تقول انها تدعم هذا المسار، يعني هناك جهود اماراتية وايضا وفد اماراتي موجود في جوبا، هناك ايضا دفع للعملية من قبل مصر اخراج قطر من ملف السلام ووصول المبعوث القطري قبل ايام الى السودان وتأكيد لدور قطر في عملية السلام. هناك من ينظر لهذه الأمور وكأنها يعني هذه الاتفاقية محاطة بتحالفات وتجاذبات إقليمية، هل الأمر يعني صحيح كما يرى الناس؟ هو يعني ده بخص أمر اسمه السيادة في الدولة. الدولة عندها 5 أركان: الإقليم الجغرافي والسكان والسلطة السياسية المستويات الثلاثة والسيادة والرضا. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وظهور الولايات المتحدة الأمريكية قطب واحد أوحد على مسرح العلاقات الدولية وحصلت برضو تغييرات كثيرة 11 سبتمبر وغيرها، ما عادت السيادة مطلقة وحصل اضمحلال للسيادة وبدأت التدخلات من الدول الأخرى في شؤون الدول غيرها يعني. والحجة يعني بيقولوا أنه يعني الأمن القومي للدولة ألف بيتأثر بالأمن القومي للدول الأخرى، وهكذا الدول الأمن القومي للدول الأخرى تؤثر
في الدولة ألف. كذلك يعني في عامل النفوذ وعامل الصراعات، يعني ما المشكلة الدول الأخرى والدولة ألف، لا كمان باء وجيم متنافسين على مسرح ألف، وبيحصل يعني الدولة المحايدة والدولة العازلة والكلام الطويل الموجود في علم العلاقات الدولية. وبالتالي يعني لا انفكاك من تدخل الدول الأخرى في شأن أي دولة، يعني الأمارات والسعودية ومصر وغيرها، قطر وحتى أريتريا، وقطر وأريتريا لا انفكاك من تدخلها في شأننا الداخلي، لكن يتوقف الأمر على براعة السياسة السودانية والدبلوماسية السودانية في أن يسوق كل هذه التحورات ويجعلها تصب في مصلحة الوطن ومصلحة السودان. نعم. طيب فيما يختص بعملية السلام الجارية في جوبا، كيف يمكن أن تؤثر على مسار التفاوض؟ هل هناك تأثير أم يعني هذه الحركات هي بمعزل عن هذه التحالفات والتجاذبات؟ لا، ممكن تأثر تأثير إيجابي وتدفع العمليات. أول حاجة التفاوض ذاته، يعني في وسطاء وفي مسهلين و يعني في مقربين لوجهات النظر، يعني سواء كان بالرأي أو بالإغراءات المادية أو غير ذلك، فده كله بيتوقف على الوفد ورئاسة الوفد الممثل للسلطة السياسية في السودان. يعني ممكن يجبرهم على أن يعني يعمل ريموت كنترول لتحركاتهم وتصب في مصلحة الوطن. فالبراعة هنا بتأتي. بعدين يعني بقول السياسة يعني فن، فالفن والإبداع في مجال في جزء منه ما بيخضع للقوانين، ببدأ للابتكار الذاتي في اللحظة وفي الظرف وفي الزمان وفي المكان، يعني ما في قاعدة محددة. لكن الدبلوماسي والسياسي والوفد جملة ورئيسة هم يعني في ظرف معين يبدعوا ويجبروا الآخرين على أنه يعني يتحركوا في اتجاه مصلحة الوطن. نعم على ذكر، ولكن أنا يعني بحب، أنا بالنسبة للأستاذ عمار ذكر أنه اليونيميت تخرج، اليونيميت هي باقية، وزي ما قال أحد قادة اليونيميت قال لي أينشتاين في السودان our mission only will be change، نحن قاعدين في السودان هل حيتغير أو المشن هيكون بدل يسموه يونيميت هيكون يونيميت يونيتاميس دل، يعني ما فإذا كان الدولة العميقة يعني بتروج لهذا الكلام وتعمل جلبة وضوضاء وفرح أنه اليونيميت خارج، ما مرقى الخونينيوت باقية only their mission will be changed. الشيء الثاني الدائر برضه أحب أن أقول أنه بعد توقيع الاتفاقيات مع الجبهات الثورية، أنا أسميها جبهات ثورية ولا جبهة ثورية، ووصولهم إلى السودان والخوف من أنه يأتلفوا مع المكون العسكري وينقلبوا على السلطة المدنية، الحل في أنه مجابهة هذا التحالف غير المعلن من الآن، ويمكن لنا عبرة في خطاب حمدوك قبل خطاب البرهان. خطاب حمدوك غير اللهجة واتكلم بصورة أكثر صراحة، ويعني بالتي هي أخشن، ودل بيتفهموها الدولة الـ يعني هذه المخلوقات الإنقاذية لا تفهم إلا هذا الأسلوب، نظام الإنقاذ وتوابعه لا يفهم إلا هذا الأسلوب. وبالمناسبة ده استرد لحمدوك جزء من شعبيته التي ضاعت نتيجة يعني الأسلوب المرن، يعني قالوا إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمرد. نظام الإنقاذ نظام لئيم لا يفهم إلا التي هي أخشن، وهذا هو ما استعد لحمدوك شعبيته، والدليل على ذلك الأقلام
كل الأقلام في الصحف ووسائل الإعلام والحديث الألسنة التي تحدثت في المنابر المختلفة داعمة لحمدوك بقوة ورادعة لكل ناقد لعهد الذين يريدون أن ينقضوا العهد وينقلبوا على الثورة، يعني ده بقى دافع له. ولذلك نحن نقول للسيد الدكتور حمدوك اذهب في هذا الطريق، تحدث بهذا الأسلوب، هذا الأسلوب التي هي أخشن هي هو الأسلوب الوحيد الذي تفهمه هذه المخلوقات الإنقاذية، وإلا ستفقد شعبيتك وربما تعرض البلاد أيضا إلى الخطر. وأنا أقول أن الثورة السودانية وصلت مرحلة لا خوف عليها إذا بقى جزء من عمرها تحول إلى عمل مسلح، لا خوف بعد الآن. وكثير منهم بيدعوا أنه مستعدين للجهاد، لا يوجد آكل سحت يستطيع أن يجاهد، أي آكل للسحت لا يستطيع، هو قلبه ميت وهو يريد أن ينال أي شيء بدون ثمن. ولما كان بيقتل الناس متأكدين من أنه يعني لن يصيبهم شيء، الآن إذا قتلوا أي شخص في خطر عليهم. ولذلك يعني الثورة والثوار وقياداته بما في ذلك حمدوك يذهب في هذا الاتجاه في هذا الأسلوب، هو الذي سوف يردعه ويحفظ الثورة ويحفظ السودان. ما يفعله هو أكبر مما أنا قلت بكثير، والسلطة التنفيذية تعلم ذلك، بالذات رئاسة الوزراء تعلم ذلك وأكثر. ويعني أنا إذا حملت هذا ماذا تفسر محاولة اغتيال رئيس الوزراء؟ يعني الاغتيال ده هو أمر سهل؟ يعني هل هو أمر سهل؟ الفتن في الكيانات الجغرافية الأقاليم وفي الأطراف التي تحدث هل هو أمر سهل؟ يعني أمر هو أصعب مما أنا قلته. الحرائق اللي بتحدث في المؤسسات، الفوضى، يعني أنت شوف بتدهور الجنيه أمام الدولار، يعني في كم نفسي كم تموت جوعا، وفي كم نفسي تموت في المراكز الصحية والمستشفيات نتيجة لهذا الفرق البسيط. يعني هما جريمة واحدة ممكن يسبب إزهاق أرواح وخراب بيوت ودمار قد لا تراه لكن بيحدث. فهما الجرائم التي ارتكبوها والأفعال التي يعملوها أكبر مما أنا قلت بكثير. أنا لم أحملهم شيء، وأنا لو يعني كنت أمتلك يعني من البلاغة ومن الكلمات أشد من ذلك لذهبت إليها. نعم أستاذ عمار عوض، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، توقيع اتفاق السلام في جوبا بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية يوم الاثنين المقبل، ولكن بغياب أطراف أخرى، الحركة الشعبية جناح الحلو وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد. هناك من يرى بأن يعني غياب هذين الفصيلين الكبيرين، يعني أصحاب القوة والأرض والجيش على الأرض، ربما قلل من هذه الاتفاقية. كيف تنظر لحولها؟ والله يا هن قالوا المبدي متموم، وإن شاء الله يعني الناس اللي وقعوا ديل يعني برضو هم عندهم يعني ما بتقدر مثلا زول زي ناس حركة العدل والمساواة أكتر من 17 سنة من 2003 وهم لسه هم قاعدين يعني في المعارضة وقاعدين برا وما وتأثيرهم ظل موجود وجماهيرهم ظلت موجودة. من يركم الناوي صحيح هو دخل مرة ومرق مرة، لكن برضو عنده قاعدة شعبية وعنده جماهير. مالك عقار برضو نفس الحكاية، اللي هو ذول موجود في النيل الأزرق. يعني انت لما انت عاين ما في حاجة اسمها يعني نازل، كلهم هم بيكملوا عملية السلام، ما في زول عنده أفضلية على الثاني. لكن زي ما بديت لك كلامي المبدي متموم. طبعا في ناس كانوا بيتكلموا بيقولوا انه السلطة المدنية مفروض تتولى التفاوض وكده وكده، ومفروض تعمل في اتصالات مستمرة. عبد الواحد طبعا عنده رؤية مختلفة، عبد الواحد طبعا بيفتكر نحن تكلمنا معاه وبيقول هو انه داير يعمل مؤتمرات في الداخل وكده، وعايز يعمل جولة في الإقليم، وداير يروج لأنه يعني إنه المشكلة ما بتتحل عن طريق التفاوض، وإنه المشكلة بتتحل عن طريق إنه يكون في مؤتمرات كبيرة وكده.
عبد العزيز الحلو شويه عنده راي بيقول يا اخي انه لا، اصل المفاوضات دي احسن تكون مع المدنيين وتكون مع مجلس الوزراء وكده. فهسه الكوره حتكون في ملعب الدكتور عبد الله حمدوك، انه هو يمشي وفي الفتره الجايه دي يتولى هو التفاوض مع الحركة الشعبية. وطبعا الحركة الشعبية نحن ما بننكر برضو إنها هي عندها جمهور كبير، عندها أراضي كبيرة، إنها هي مسيطرة عليها وكده. دكتور صلاح، يعني في دقيقتين أدركنا الوقت ونحن نمضي نحو ختام حلقة اليوم في أجندة الساعة. مسألة الحواكير والأرض واحدة من الإشكالات التي تواجه هذا الاتفاق تحديدا في 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 دارفور بعد أن تملك الأرض يعني أشخاص آخرون. هل تعتقد أن هذا الأمر يعني بهذه السهولة؟ كيف يمكن يعني عبور هذه النقطة تحديدا؟ هو غير الأرض وغير الحواكير، أي شخص استولى على أي شيء بطريقة غير مشروعة وهي ملك لجهة أخرى، يعني وضع اليد بالقوة، لا يبرر أنه يعني هذا. لكن هناك حكومة أعطته يعني برضو على باطل، ما بني على باطل فهو باطل، وهذه الحكومة يعني هي باطلة، والدليل على ذلك الشعب السوداني كله سار عليه وسار على قراراته، وبالتالي يعني ممكن إبطال الباطل. وأهل القانون يقولون ما يعني فات بالقانون يجب أن لا يفوت بالعدالة. فطالما في شخص وعنده حق في شيء ما، وأتى شخص آخر اقتصب حقه بقوة السلاح، ويجب على الحكومة ويجب علينا كلنا مجتمع ودولة وسلطة تنفيذية وغيره بكل المستويات، يجب أن لا نبرر الباطل بأنه يعني هذا هو يعني أمر واقع. نعم. أمر الواقع الباطل لا يعني بأي حال لا يعني ما يلتقوا مع بعض. نعم. في نصف دقيقة. بالنسبة لموضوع الحواكير هنالك ثلاثة حلول. الحل الأول إنه إذا كان في حاكورة بتاعت قبيلة موجودة فيها مجموعات جديدة، المجموعات الجديدة إمة يعني تستمر وتدفع مبالغ مالية. وهل هذه وهل أصحاب خلينا دار أقول لك الحل بعد ذاك الكلام أرمي البحر. دار أقول لك الحل اللي اتكتب في الاتفاقية. نعم. إذا أنت يا إمة تدفع عندك، إذا كنت مجموعة قاعد في حاكورة بتاعت ناس تانية، يا إمة تدفع قروش على الأرض اللي أنت المقابل الأرض اللي أنت قاعد فيها موجود وتكون تاني قاعد مستمر. إمة المرة الثانية إذا ما عندك كده في المفوضية بتاعت الأراضي، في أراضي كثيرة فاضية ممكن إنه يشيلوا الناس اللي موجودين ويعطوا أراضي تانية في مناطق بتاعت ناس تانين. الحل الثالث إنك أنت تثبت، وحيكون في محكمة تابعة للمفوضية اسمها محكمة بتاعت حواكير بنظام قضائي معين. الزمن هسه ما بيسمح أقوله لك، في نظام قضائي انت قاعد موجود تمشي قدام المحكمة دي تثبت انه الحتة اللي انت موجود فيها دي حقتك وانت قاعد فيها من زمان، وانت ما انسان وافد، وانت ما انسان كده وكده وكده. المحكمة بتاعت الحواكير والاراضي الطابعة لمفوضية الاراضي حكمت لك، كفى الله المؤمنين شر القتال، ما حكمت لك يا تدفع القروش يا ترحل تمشي حتة تانية ببساطة. نعم. شكرا دكتور صلاح الدوم استاذ العلوم السياسيه بجامعه ام درمان الاسلاميه، شكرا جزيلا لك. مرحبا. شكرا استاذ عمار عوض الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا لك. وصلنا الى ختام حلقه اليوم في اجنده الساعه، تحدثنا من خلال اجنده اليوم عن اتفاق السلام الذي سيوقع في جوبا بين الحكومه والحركات المسلحه. حتى جديد الملتقى عاطر التحيه لكم منها، الى اللقاء.